القطاع السياحي من جهه موكادور، القطاع السياحي ديال موكادور، الوطن ديال موكادور، فينا سيدي التيكترا كنهضروا على حقنا، هضرنا معاهم قال لك صافي سيدي راه غدوز لكم السميته ديال سيدنا، راه تقبلتوا في اليقظه، قلنا واخا، عيطوا لنا ولا البارح حتى قال لك سمحوا لنا راك انتم ما مقيدينش، ما ديكلاروش بكم، علاش؟ هادشي اللي في راسنا ما تقبلتوش. ملي كنمشيو نهضروا مع الناس قال لك لا كلشي غيتقبل، كلشي غيتقيد، كلشي خصو يستافد. مشينا عاوتاني عندهم كيهبطوا لنا واحد ما كاينش. هبطوا عندنا واحد ماشي من هو خدام في تيكترا، ولكن ماشي من الشاف اللي كيجيب لنا الكونترات وكيجيب لنا الخلاص وكيجيب لنا داكشي، ماشي هو. جانا واحد اخر هو اللي هضر معانا، اما داك اللي كيجي عندنا ما هضر معنا حتى واحد. كنطلع عندهم عمرو ما عطاونا شي حل مقاد. عواخا سيري تنعيطو ليكم، سيري تنديرو، سيري تنفعلو. اليوم جينا عند القطاع الجهوية ديال وزارة السياحة، هضرنا معاه قلنا لهم ودي ها كاين ها كاين، قال لك ودي سمحوا لنا راه كلشي داكشي غادي من هنا لواحد يومين، عطونا اليومين غادي نقادو الأمور ديالكم. هما اللي لقينا كاع الباب عندهم مزيان، أما كاع الباب اللي مشينا ليه كنلقاوه مسدود. كنمشيو للضمان الاجتماعي تيقول لك ودي باقي ما عندنا والو، كنمشيو للفوق كيكون عندنا والو. كنطلبوها بحقنا اللي عطانا سيدنا، ما كنطلبو حتى حاجة أخرى، كنطلبوها بحقنا اللي عطانا سيدنا من شهر سبعة. من شهر سبعة ما توصلنا بحتى حاجة. دابا قالوا لنا ديك النهار قال لك واحد راه تقبلتو صافي، كيما موالفين عليك كنمشيو نسولو قال لك راه تقبلتو. دابا مشينا عندهم قال لي راه ما تقبلتوش، عيطوا لنا قال لك راه تقبلتو، والباحث قال لك راه ما تقبلتوش. السلام عليكم. احنا راه مضرورين اخويا، راه بزاف هادشي خصو يديروا معنا شي حل، راه بحال اللي مرسمين بحال اللي ما مرسمينش، كلهم خصهم يستافدوا. راه هادشي ديال سيدنا الله ينصرو، وان شاء الله كنتمناو وزارة السياحة كنطلبوا حتى حنا يستافدوا في هاد التعويضات ديال 2000 درهم. الى عجبك الفيديو خلينا اعجاب وتعليق، دير ابوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.